إخوتنا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها رأس الأمر كله وعروة سنامه، وعليها مدار الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله تعالى، تمر الأيام والأحداث، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، دول ترتقي ودول تنخفض، أمم ترتقي وأمم تنخفض، يحيي الله قوما ويميت آخرين، أحداث تمر، وكل هذه الأيام بملايينها، مذ خلق السماوات والأرض حتى تقوم الساعة، يوم من أيام الله عز وجل. وذكرهم بأيام الله، إنه يوم في خلق الله تعالى يعيشه المؤمن بإيمانه، ويحيى الكافر بكفره، وكل يلقى جزاءه عند الله عز وجل. ستكون أيام خداعات بين يدي الساعة، وإنها لقريبة، مذ جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، إشارة بأصبعيه صلى الله عليه وسلم لقربهما من بعضهما، بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذن الله عز وجل لإسرافيل بالبوق ليلتقطه، لينتظر الإذن من الله عز وجل. يا الله، 1400 سنة من أيامنا، نحن البشر ننتظر بدء النفخ، نعم، وإنها للساعة، والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. ماذا تنتظر أيها المسلم؟ بل ماذا ينتظر العالم؟ ماذا ينتظر الناس؟ ماذا ينتظر الخلق؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ وفقرا منسيا، إذن أن هناك مجاعات ستصيب العالم بأجمع، وكما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سيعود الناس إلى الرمح والسيف. إذن هناك دمار شامل، هناك مجاعات كبيرة في العالم، سيموت الكثير إثر هذه الحروب الضارية، لا لشيء إلا لخرابها، واحتكار الإنسان للإنسان، وعبودية الإنسان للإنسان. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو هرما مفندا؟ هرم ستكبر، إن آجلا أو عاجلا ستكبر، سيحدودب ظهرك، وسيشيب شعرك، وستضيع صحتك، وستضعف قوتك. إن الله خلقك ضعيفا، وستؤوب وترجع إليه ضعيفا،
والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ستشيب، ستضعف، سيأخذ أولادك منك مالك وأنت حي ترزق قبل أن تموت، سيعزلونك ويقولون عنك خرف صري خرف الحد، اسلبوا منه أمواله، خذوا منه كل توقيعاته، ابطلوا بيعه وشراءه. إنك تعامل في نهاية حياتك معاملة السفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ستصير طفلا صغيرا بعد كبر، ستصير فقيرا بعد غنى، ستصير مولى عليك بعد أن كنت متوليا على أسرتك، سيسلب منك القرار إلى من هو أدنى منك، إلى من ربيت هرما مفندا، مرضا، أو تنتظرون مرضا مضعفا. يا الله، ماذا ينتظر العبد؟ هل أنت عشت سليما طول حياتك؟ لا أشك أنك مرض وستمرض، سيداهمك المرض، ستكون ضعيفا، ستطلب الشفاء، ستطلب الطب، ستستدعي الطبيب، ستذهب إلى المشافي، ستفعل بنفسك الأفاعيل من عمليات، ولكن أنت مريض، أنت مريض، تكابد الليل سهرانا. يا الله يا شاف، وتمل النهار من الزيارات والناس قلتهم أو كثرتهم، فكلاهما ملل. إذا نظرت للزائر إليك بصحته تحسرت على نفسك وصحتك، وإذا خلوت بنفسك بليل تناجي نفسك، لا نوم تستريح، ولا تضع وسادتك عند رأسك، فأنت متألم. ما للجنب اليمين تستريح، ولا الجنب الشمال تستريح، ولا على ظهرك، إنك مرغم رغم أنفك أن تنام على الهيئة التي اختارها لك الطبيب، لست مخيرا. وبالطريقة التي يغذونك بها بعدما كنت تختار الطعام الذي تحبه، هذا حلو، هذا صاص، هذا حادق، هذا جميل، هذا كثير، هذا لحم، هذا مشوي، هذا مقلي، هذا مسلوق، صار الطبيب يقول لك لا تأكل هذا، لا تقترب من هذا، الأمر سلب منك، مرض أو موتا. هل تنتظرون إلا موتا مجهدا؟ ولا شك فيه، كل نفس ذائقة الموت. هل تنتظر من الدنيا إلا موت؟ ماذا تنتظر من دنياك إلا نهاية؟ لا محالة أنك مدركها منذ أن خرجت من بطن أمك وأنت تهدم في عمرك. تقدموا للأمام يا أحباب، تقدموا للأمام، تقدموا. هنا ما زال فسحة. هل تنتظر من الدنيا إلا موتا مجهزا؟ إن آجلا أو عاجلا، متى سيكون؟ عسى أن يكون قريبا، أن يكون قريبا. شيعنا في الأسبوع الماضي أربعة، ما كان أحد منهم ينتظر إن سيموت. أحدهما في 24، والآخر في 30،
ودواليك والأخت في الأربعين وغيرهم وغيرهم. وسيمر علينا ملك الموت يقظانا أو نائمون، بصحتنا أو ضعافا. سيمر عليك ملك الموت بليل أو نهار، صحيح أو مريض، شاب أو شيب، رجل أو امرأة، طفلا أو عجوزا. سيمر عليك ملك الموت موتا مجهزا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أو الساعة أو الدجال تنتظر، هل تنتظر من الدنيا إلا دجال يحول حياتك إلى جحيم؟ والدجاجل كثيرين قبل دجال الآخرة، الدجاجل كثيرون. دجال الإعلام الذي يقلب لك الحق باطلا والباطل حقا بعين واحدة، الذي يصور لك الحياة على أنها شهوة تعيشها، دجال يصور لك على أن موقعك في الحياة ما أنت إلا قيمة مادية تباع وتشترى. يصور لك في الحياة أنك لا وزن لك، دجال موجود يدجل علينا. إنهم سحرة أشد من سحرة فرعون، كانوا زمان سحروا أعين الناس واسترهبوهم، اليوم سحروا أعين الناس وآذان الناس وعقول الناس، فلم يدعوا مجالا لأحد إلا سحروه. سحر قلبك فحولوه من الإيمان للكفر وإلى النفاق. إنهم السحر البريعون، إنهم معهم شهادات عليا في كيف يحولون الناس إلى الدمار، كيف يحولون حياتك وأسرتك إلى دمار، كيف يفرقون بين الزوج وزوجه، كيف يفرقون بين الرجل وبيته وأولاده، كيف يفرقون بين الأحبة والأصدقاء. إنهم سحرة العصر الحديث، إعلامنا المبجل، إعلام العصر الحديث الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا. إنه الدجال، بين يدي الدجال أو الساعة أو الساعة، الدجال وهو شر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وزينت بأبراجها وفضائها وقنابلها وطائراتها وبواردها في البحار، وزينت صعد القمر والمستقبل للمريخ، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه بالتكنولوجيا والعلم وسفن الفضاء وعلماء الذرة وعلماء البيولوجي وعلماء الساينس، كل هؤلاء اجتمعوا وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. فلا مجال للإيمان، فلا مجال للإسلام، فلا مجال للديانات، كلها خرافات ومسكنات. لقد ملكوا الدنيا، الدين اليوم هو العلم، الدين اليوم هو من يملك القوة، هو هذا هو الدين، هذا هو الدين. دينك ماذا؟ دين الدولار. أنا غني أم فقير؟ أنا أستطيع أن أسيطر أم لا؟ هذا هو الدين.
هذا هو الريليجن، هذا هو الدين. صار الدين خرافة عندهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها بما أوتوا من العلم والقوة. ماذا فعل الله وماذا سيفعل الله بهؤلاء المتجبرين؟ وهل مر في الزمان من هو أقوى منهم؟ نعم، قد مر في الزمان فرعون ملك مصر من البحر المتوسط شمالا إلى البحيرات، بحيرة فكتوريا، مرورا بالسودان، الصومال، إلى منابع النيل، إثيوبيا والحبشة. إنها كانت مصر قديما أيام فرعون. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقال الله تعالى عنه بعدما هلكه: فغشيه من اليم ما غشيه، إن اليم الذي كان تحت قدمه صار يغشاه من فوقه. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن عرفت أن الله حق. الآن. ثم كانت بني عاد وبني ثمود. من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ماذا فعل الله بهم؟ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يتخذون سهولها مصانع ويعيشون، يرغدون، أقوياء أشداء، تباهوا بقوتهم. من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ماذا فعل الله به؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أين هم؟ أين هم؟ أين هم؟ لا مجال لهم، لا وجود لهم. العالم مر بمن يقولون من أشد منا قوة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ماذا فعل وسيفعل الله بنا؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أمرنا أي الساعة، فجعلناها حصيبا كأن لم تغن بالأمس. يا الله، كأن لم تغن بالأمس. تلك القوة التي خلقتها أنت يا الله ماذا هي؟ هل هناك في الكون أقوى من جبال الهملايا، أعلى ارتفاع في العالم؟ لا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبتا. أين البوارج؟ أين المارينز؟ حاملات الطائرات اليابانية، الأمريكية، الروسية، الأوروبية. لقد غاصت في البحار، لقد غاصت في البحار لا وجود لها. أين الدمار الشامل؟ يخربون بيوتهم بأيديهم، ستسلط عليهم وسيدمرون أنفسهم بأنفسهم، ويعود الدمار عليهم ويبعث الناس على السيف والرمح مرة أخرى. فأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيبا كأن لم تغن بالأمس، كأنها ما كانتش موجودة. ناطحات السحاب، الأنهار الجميلة،
المعابد الضخمة، سور الصين العظيم، الأهرامات، كل هذه الحضارة ماذا ستكون؟ تلكم التكنولوجيا التي وصلت إلى القمر، إلى المريخ، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سيكون بين يدي الساعة خونة، خونة، نعم، يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الخونة، صاروا الخونة بين يدي الساعة التي نحن فيها اليوم. ستكون أحداث جسام يكذب فيها الصدوق ويصدق فيها الكذوب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الكذوب ويخون فيها الأمين. أكذوبة العصر، جورج دبليو بوش، دمار شامل في الشرق الأوسط سيدمر العالم، هيا فليجتمع العالم على ضرب العراق. وتم تدمير العراق وصدقوه، وبعد ذلك صار هذا الكذوب ينتخب بملايين الناس ويشجع، نعم، ويصدق فيها الكذوب. ستلين الاتحاد السوفيتي سابقا، لا دين، إن دولتنا ستقوم على الإلحاد، لا دين فيها ولا مكان للمسيحية أو اليهودية أو الإسلام. وأبادت 6 ملايين هناك في صحراء سيبيريا ممن يقولون لا إله إلا الله، سواء كانوا بطريقة الإسلام أو اليهودية أو المسيحية. جعلت الكنائس والمساجد والمعابد مخادن لتخزين القمح والقوت. مات ستالين، تفكك الاتحاد السوفيتي، عادت روسيا فقط تدعو إلى التحاب بين الديانات، اعترفت بالديانات. الكذابون كثر، الكذابون كثر، الكذابون كثر. الإسلام دين الإرهاب، لماذا؟ لأنه يقاوم، لا يرضى الظلم، لا يرضى المهانة، لا يرضى الوضيعة. لابد أن يخضع المسلمون لبرنامج طويل حتى يؤلفوا من انقلابات على يد خونة السيسي وما فعله بربعة، 7000 في 6 ساعات. بشار وما فعله بسوريا، وصل عدد القتلى من 250,000، والمهجرين من 30% وما زال العالم يصفق له ولا يدينه، وما زال راضيا به رئيسا رغم الدماء الغزيرة والانتهاكات الصريحة
والاغتصابات على عينك يا تاجر، كل يراها ولا يشك فيها. وما يفعله وما يفعل بالمسلمين في بورما قتلى. لماذا؟ لأن المسلمون أقلية، وأنهم خطر على الأمن القومي، ولا بد أن يبادوا من المجتمع، وتم إزالتهم وقتلهم في الشوارع، في الأنهار، في الأديرة، في القرى، في المحافظات، إبادة جماعية. ماذا فعل العالم؟ لا شيء. أن المقتول مسلم، المقتول هنا مسلم ومسلم من أي إرهابي، المقتول مسلم، لا بواكي له، لا دية له، لا ثمن له. المسلم هنا في إفريقيا الوسطى يبادون على سم مسمع ومرأة من العالم على يد القوات الفرنسية المحتلة لإفريقيا الوسطى وتحمي النظام الفاسد، على يد الميليشيات المسيحية التي تقول الدين محبة. محبة. ماذا قتل المسلمون هنا وهناك؟ يتابع المسلمون في أفغانستان والعراق المالكي الحاقد على السنة يقتل بلا رحمة، ولكن بتأييد وتفويض عالمي. المقتول مسلم سني، لا بأس، لا بأس، ليس في ذلك غضارة وليس في ذلك مشكلة. العالم يؤيده، السيسي ينقلب، والديمقراطية تقول لابد من انتخاب، ينقلب ثم يرشح نفسه ويصدقه الناس، الخائن يصدق. حديث الرسول بيننا يسري، إنه صدوق الصادق الصدوق محمد بن عبد الله. والله لو لم يحدث ذلك لشك الناس في النبي محمد، ولكن النبي بصدقه يرانا ويرينا بين يدي الساعة. ثم ينطق الرويبضة، الرويبضة، قال وما الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في الأمور الخاصة. تجد الرجل في الإدارة، أنا إدارتي، أنا أرأس جمعيات، أنا أدير، أنا عندي القدرة أن أفعل. في السياسة معاه شهادات عليا في السياسة، إذا تحدث في السياسة في عالم تجده سياسيا بارعا، خد سيرتيفيكيت بي اتش دي. إذا تكلمنا في الدين نراجع الشيخ، قل له لا 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 أنا مش مقتنع بالكلام اللي أنت بتقوله. شيخا تجدوه شيخا جليلا، تجدوه قويا، ما شاء الله عليه. الرويبضة، صار الرويبضة يتحدث ويستمع له الناس ويصفقون له. الرويبضة، الرويبضة في عالمنا من؟ الممثل، الممثلة، الراقصة، الراقص، المغني، المغنية، لاعب الكرة، من هؤلاء؟ إنهم الآن هم النجوم، هم النجوم الآن. أنا أسألكم، كم من العلماء الذين حازوا على جائزة نوبل في الساينس أو العلم تعرفون؟ كم تحفظون من الأعداد؟ طب قل لي بربك أيها الشاب، أيها الشيخ، كم من لاعب الكرة في ريال مدريد وبلدك والعالم الإسلامي كم تحفظ من أسماء لاعبي الكرة؟ طب قل لي بربك كم من عدد من النساء المغنيات تحفظ؟ كم عدد من الممثلين والممثلات تحفظ؟ إنهم يحفظ الكثير، إنهم يحفظون الكثير. كم من ممثلات وراقصات الباليه والرقص الشرقي وغيره وكل أنواع الرقص، وكلما اشتدت المرأة عريا كلما كان الفن أرقى وأجمل. إنها الرويبضة في هذا الزمان، إن مصانع إنتاج الفاشن في العالم لا تقوم إلا على ديزاين يظهر المرأة بكل مفاتنها. إنها الرويبضة في عالمنا،
استيقظوا أيها الناس، إلى متى ندع العالم على جنب ورجل الدين على جنب ورجل السياسة على جنب والمخترع على جنب؟ لا نحفظ لهم أسماء ولا نقدر لهم فعلا، إلى متى؟ ثم إذا سمعنا بلاعب كرة أو بممثلة صار من دواهي الزمان ومصائبه أن تكون راقصة تعرفونها تكرم في يوم الأم. السيدة فيفي عبد سيدة مصر الأولى في عهد السيسي الخائن تكرم، فيفي تعرفوا فيفي عبد رقاصة، فكل الناس لازم تعرفها. لما قلت لك تعرف الأستاذ أحمد شاكر، الدكتور أحمد شاكر، أقسم بالله العظيم لا يعرفه أحد. وإذا أستاذ عالمي تعرف العالم السنهوري أستاذ القانون الإسلامي والعالمي، مش هتعرف، مش هتعرف، ما تعرف عنه شيء. فيفي عبد لأنها بتجي لك كل يوم على التمثيلية وبتجي لك كل يوم، صارت الأم المثالية. انتظرنا يا نساءنا وبناتنا حتى تصلنا إلى المثالية، لابد تتعرض زي أختك فيفي عبد. يا أمي يا أختي يا بنتي، لن تكوني أما مثاليا حتى تكشفي عن جسدك وحتى ترقصي وتسيري شهوات الآخرين وحتى تختاري المضاجع للسادة والكبار والساسة وتنامي معهم. لن تكوني مثالية حتى تفعلي مثل هذه الأم الفاسقة. هذا عالمنا سيكذب فيها الصدوق ويصدق فيها الكذوب ويؤتمن فيها الخائن ويخون، يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. إنه عالمنا الذي نعيش فيه أيها الأحبة في الله. ثم الصالحون يتهمون بالإرهاب، الطيبون القوامون الساجدون الراكعون القارئون للقرآن الدعاء إلى الله، الإخوان المسلمون خير دعاء على وجه الأرض منذ 80 عام يتحملون القتل والإبادة من العبد الخاسر حتى العبد الخاسر الساس الخاسر. قتلوا قتلوا وعذبوا ويؤلبون العالم حولهم، وتقوم دول من أجل كراسيها باسمه. لما أجد دولة مثل السعودية ومالكها المفند هرما مفندا المخرف الذي ضاع في 35 ثانية على اليوتيوب يقرأ فيهم قرآن، والله ما هتبطل ضحك. قرآن بلد اللي بيقولوا عليها نزل علينا الوحي، واحنا اللي بنحمي الاسلام بيقرا قران بطريقه ولا واحد عمره في حياته فك الخط ولا يعرف الالف من كل الدوره زي ما احنا بنقول. مصيبتنا هؤلاء الرويبضه ايها الاحبه. اللهم انصر الاسلام اعز المسلمين، اللهم انصرنا ولا تخزنا، واعنا ولا تعن علينا. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام إليك، وخذ بنواصينا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نشتاق إلى الجنة فوصلنا إليه برحمتك. اللهم إنا نشتاق لرحمتك فلا تضربنا بغضبك. اللهم إنا نحب الطاعة فلا تمهلنا إلى المعاصي. اللهم إنا نحب التجمع والألفة فلا تفرق بيننا واجمع شملنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ألف ذات بيننا واطرد الشيطان من بيننا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك يا حي يا قيوم. انصر المجاهدين المسلمين الصالحين في كل مكان، فلسطين وسوريا ومصر والشام والعراق وأفغانستان وبرما وأفريقيا الوسطى، بقدرتك يا رب العالمين.
اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا ولا تخزلنا يا حي يا قيوم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة.